زي ما تعاملتي مع عملاق المسرح الأستاذ فؤاد المهندس، وتعاملتي أيضا مع النجم الكبير محمد صبحي، كان لك أيضا لقاء مع الأستاذ عادل إمام. على المسرح؟ لا، في السينما. مظبوط مظبوط في خلي بالك مظبوط، من عقلك من عقلك مظبوط. برضو كانت تجربة لابد إن إحنا طبعا نشير إليها. ده صحيح. وبرضو عادل إمام، عادل إمام يعني عارفة يعني إيه نجم، لسه بقول أنا يا هادي، بسم الله الرحمن الرحيم، ويديكي فرصة بطولة في فيلم زي خلي بالك من عقلك، الورق قضيته البنت، ده لازم يكون نجم بجد يعني، يعني لازم يكون بيحمل اسم كلمة نجم، ما هياش فرقعة يعني. فعادل إمام ثقته في نفسه ونجوميته شيء تقفي عنده بجد وتنحني له، لأنه أنا كنت في حاجة لوقفة زي دي، إنك تقفي قصاد عادل إمام وأستاذ محمد عبد العزيز المخرج ويدوكي فرصة زي دي، أثرت عليا مشوار كتير. وزي ما انت قلتي في الأول، ربعتني على عرش النجومية بدري قوي يعني، فاهمة ازاي؟ كان من الفرص اللي أنا كنت محظوظة فيها.